جه هذا من الطلوبيل. المهم راجل كبير، راجل كبير ومعاه شي واحد صغير ولده ولا شكي يعني راجل بعقله. مشاهدينا السلام عليكم، كنتأسفوا من جديد أن نقل لكم اليوم ثاني خبر مؤسف في هذه اللحظات. شابة طفلة في العمر ديالها شحال سيدي؟ عندها 11 عام، ضربها الراجل بالسيارة ديالو وهرب للأسف. راجل كبير في العمر، الحمد لله هنايا وفرقة الدراجين حتى هما دايرين الخدمة ديالهم وكيقلبوا على هذا السيد اللي هرب من السبعة. والدرية جالسة هنا كيف ما كتشوفوا معنا الأب ديالها. عاودينا سيدي شنو اللي وقع؟ المهم هاد البنية عندي كانت كتلعب هي والوليدات هنا، وهاد السيد جاي هنا تيعاودوا لي أنا ملي جيت لقيت المشكلة، جاي ملهيه ضرب هاد الدرية طاحت. عاود نزل هو بقى مقرد في الطوموبيل ديالو، عاود نزل ولده قلبها قال لها بنتكم ما مقصحه ولا شي حاجه. عاود قلبها الدريه معاه باقي ما بردش فيها الدم. قالت له ودي راه وقيله بحال ما كاين حتى حاجه. خلاها وركب في الطوموبيل توجات. جات المراه قالت له ودي لا راه بقى تيجيبها. جيت انا من تما كان عاود لي غادي نلحق انا هنا، صمتت عليه المراه ركب هو على طوموبيل توجات في حالته. عيطنا للابيلانس وداك الشيء، جاو هنا عاتلين بنو زيدون، جاو داروا خدمتهم ما لقاونيش وعاود رجعوا مع سميتهم. حنا مازال تنسلموا، وانتم كتشوفوا الناس ديال الامن هما داير خدمتهم مشكورين مشكورين. هل الاخوان تما درجات الناريه هما تما راهم كيقلبوا عليه. وهذا السيد هادشي اللي دار غير معقول، راه كيشوف بحال وليداتنا، حنا بحال وليداته. راجل كبير وبعقله، ماشي باقي واحد الشاب اللي غادي يكون مهور في السياقه ديال ولا داكشي. يعني انسان بعقله على الاقل عنده الوراق ولا ما عندوش يلتزم بالقانون. حنا مطلوب حتى تجي الشرطه. تماما تماما، هذا هو الواقع. حيت الا قدر دارها لي انا الولدي غادي يديرها الاخر، والاخر غادي يديرها، كاينه غادي تكون الفوضى. هادشي ما يمكنش، خص الانسان يختلف القانون. البنيه شنو فين موعته؟ مضروبه في الكلوه ديالها وهاد الرجل ديالها. ما عرفناش واش يكون عندها شي نزيف في الكلوه ديالها، ما نعرفوش كيفاش، لان شحال من ساعه وهي دابا جالسه؟ وراه تقريبا هي من قول حسب من السبعه ونص حتى الثمانيه، وهي مازال دابا راه انتم جيتوا دابا دابا العشره وهي البنيه جالسه هنا. ومازال حنا كان باش نشوف كيفاش غادي. اش كتقول لكم على الالام عندها في شي بلاصه؟ يا راه هي كتشوف، راه هي مسكينه، راه مالمه، راه هي راه في الاول ملي كانت ضربه سخونه وداك الشيء ما غاديش يحش بها الانسان، ولكن دابا راه انتي كتشوفي فيها، راه هي فينا هي مسكينه. اش كتقول لكم منين معتها؟ معتها مضروبه الكلوه ديالها، هذيك الضربه اللي ضربها الكلوه ديالها حتى طاحت. عاود تلاحت فوق الكابو وهبطت الله. تلاحت فوق الكابو؟ تلاحت فوق الكابو وهبطت الله. يعني ماشي ضربه اللي بسيطه ولا؟ والعقليه ديال هذا الانسان انا خص تكون فيه المراعاه. يعني من واخا تكون ضربه بسيطه غاقاسها خصو يوقف يدير القانون، يطمئن عليها يديها تماما. حنا كنا بقاو وجاو وداك الشيء غادي يديها للسبيطار نشوفوا الدريه شنو خاصها، واذا كانت سالمه حنا ما عندناش مشكل. ولكن هو كبل المشكل، اختلف القانون. خالف القانون وكبل المشكل غير على راسه. من طبيعه الحال اكيد الشرطه غيلقاوه بطبيعه الحال. من طبيعه الحال غادي يديروا خدمتهم ان شاء الله غادي يجي، لان ماشي في شي بلاصه اللي هي احنا في بلاد الحق والقانون. راه ما يمكنش غادي الانسان يتجرى على شي انسان ويمنع ويقول لا انا راه ما كاينش القانون. كاين القانون الحمد لله. كان جاي بسرعه على حسب اقوال الناس اللي كانوا هنا. انا ما شتش غير على حساب اللي تيعاودوا لي مع الدراري تيلعبوا. راك عارف هاد الشانطي ماشي ديال السرعه ولا شي، هاد الحي الدراري راه عارفهم كيلعبوا في الزنقه. هذا حي سكني ماشي لوطوروت. ماشي لوطوروت ولا شي بلاصه اللي شارع يعني اللي غادي يمشي فيه بواحد السرعه، وما خلقش انتباه ديالو. يعني من المعيب تشوف بحال هاد الاشياء، من المعيب تشوف بحال هاد الاشياء هذه. وحنا الحمد لله كاين نظام، كاين ولكن الناس كاين امن كاين، ولكن هاد الناس ما مستوعبينش، والمشكله كيدير الكارثه وكيعاود يهرب كيزيد يدير جوج مشاكل كيكون في مشكل كيولي لا مشكل كيكبر. ياوا حنا نطلبوا من السلطات تدير الخدمه ديالها، والحمد لله هما دايرين الخدمه ديالهم، وحنا راه كاين القانون اللي غادي نتابعوه باش نشوفوا هذا السيد. انت ما غاتنازلش على حقك نيشان، لان هذيك البنيه ديالي انا راه هي عينيه، راه ما يمكنش راه بحالي بحال وليداتي انا، بحال وليدات وحدين اخرين بحال. ما كاينش شي حد اللي شاف الماتريكول ديال الطوموبيل حاول يحفظو؟ قال لك شت ولكن ما حفظش الماتريكول، هو عطى النوع ديال الطوموبيل وقيله فورد، ولكن لا ماتريكول ما كاين. وما كاين الكاميرات، حنا غادي نتابعو دابا تنشوفوا الكاميرات. كاين الكاميرات؟ كاين الكاميرات، يعني تشد البلاصه اللي مشى فيها كلها فيها الكاميرا. اذا مشكورين الشرطه ومشكورين فرقه الدراجين على كاع المجهودات اللي كيقوموا بها. نتمنوا ان شاء الله يلقاو في اقرب وقت. شنو السيدي النصيحه اللي تعطيها للسائقين؟ ولينا كنشوفوا حوادث مميته
ماشي غير حوادث عاديه ولاو ناس كيموتوا بسبب السرعه وبسبب التهور حسب ما كنشوف انا كنستغرب في بعض الاشياء وبالكثره. الانسان تيبان لك انسان بعقله والفيروس تيحرق ويزيد كتشوف هاد الظاهره يعني كثيره ما بالك بحال هاد الاشياء، لان حي فيه الدراري يلعبوا واحد الانسان جايب واحد السرعه يعني ومتنا ولا ما كيخلقش الانتباه، يعني صعيب الحال صعيب الحال صعيب الحال. لو كل انسان داير خدمته يعني ويمشي على حسب قدره ويدير واحد الانتباه القانون ديالو ما نحصلوش في هادشي ما نحصلوش في هادشي. وحتى لا قدر الله كاينه شي حاجه يعني الانسان يلتجا للقانون القضيه غدا قانونيه، ولكن بعد غادي تخترق القانون وغادي يهرب يعني غير معقول. تبارك الله كي قلتي حتى الا وقع المشكل الانسان يوقف يدير المسائل القانونيه ديالو يحلها كل حاجة ويمشي حلول. اي حاجه بلا حل اي حاجه عند الحل ما يحاولش يكبر كاع المشكل ولا يهرب ويخلي الا قدر الله سبحانه وتعالى وصلتي وحلتي فواحد المشكل او قدر الله شي حاجه ممكن الانسان يتفاداه او يقدر الله عليه شي حاجه يواجه يواجه الواقع. غادي تضربوا ولدينا وتهربوا مره اخرى غتضربوا واحد اخر وتهربوا مره ما ما ما, ما, ما كاينش القانون. كاين القانون الحمد لله كاين الحمد لله القانون ولكن ما كاينش الوعي اللي مع الوعي عند بعض السائقين الله يهديهم. انا ما نقولش الكل بعض الكل انا بحال البارح سبحان الله العظيم طاحوا هاد ليكابل هنايا في قدام السيده الابتسام وحاط لي واحد شي واحد حط عليه شي اجوره وهبطوا للارض. دابا شي واحد جاي ما شافش ضرب في ذاك الكابل اش غادي نقول لك ما شاء الله. وجيت انايا بان لي هذاك الشيء هزيت وواحد ليكابل مع الجهه الاخرى وواحد مول الطاكسي توقف قال لي واش انت اللي درتي هالشيء؟ قلت له الله يجزيك بخير انا رانا نزلت غير باش ندير اجر ها المشكل اللي كاين. قال لي جزاك الله خير قال لي جزاك الله خير. قلت له بحال هالشيء شويه صعيب انا قلت لي غنعلقوا باش الانسان اللي جاي ربما كاين حتى باش لهذاك الكابلي غادي يستقي يصطدم به او يستقي يضرب شي واحد اخر او كاين انسان تكون عنده دراجه غادي يقدر يضرب هذاك الكابلي يقدر يوقع. حنا الحمد لله يا ريت كاع المواطنين يكونوا بحالك نيشان حيت مسؤوليتنا كلشي. اذا سياره الاسعاف في الطريق نتمنوا ان شاء الله صافي يا سيدي الله يجيب الشفاء. نتمنوا البنيه تكون ان شاء الله ما يكون عندها والو صحيه لرجال الامن صحيه لرجال الامن على المجهودات اللي قاموا بهم. بنيه ان شاء الله بعد قليل غتمشيها ما جات سياره الاسعاف. نتمنى ان شاء الله ما يكون عندها والو وتكون غير ضربه خفيفه. وهذا السيد حتى هو اللي دار هذا المشكل نتمنوا انه يلقاوه في اسرع وقت ان شاء الله ويتعاقب، لانه عيب نخليو بنيه صغيره ما جاش الاب ديالها ما كان حتى شي ولي امر ديالها نخليوها هكاك مرميه وحنا عارفين انها مقصحه ونمشي وهذا هذا الامر راه ما كيدارش. اذا نتمنوا السلامه لهذ البنيه نتمنوا لها الشفاء العاجل ان شاء الله. مشكورين الشرطه على المجهودات اللي كيقوموا بها وتحيه ايضا لفرقه الدراجين ورجال الوقايه المدنيه والى اللقاء. إذا الله يهدي بعض السائقين اللي كيديروا بحال هاد الأعمال الله يهديهم صراحة حشومة. بنية دابا صغيرة مسكينة في العمر ديالها تقريبا واحد 11 سنة تتألم. نتمنوا أنه الإصابة تكون طفيفة ما يكون عندهاش ما تكونش عندها شي حاجة اللي هي خطيرة أو لا صعيبة بزاف. نذكروا أنه كانت كتلعب في هاد الحي داز السائق اللي هو راجل بعقله ماشي شي واحد شاب او لا شي واحد اللي هو صغير ضربها هبط شاف الحاله ديالها صافي ومشى يعني ما حاولش يتسنى حتى يجي الاب ديالها عادي يشوف اشنو عند البنيه. ولكن حنا كل الثقه ديالنا بطبيعه الحال في الشرطه اللي جات في الحين وهما بطبيعة الحال قايمين بالواجب ديالهم. فرقة الدراجين أيضا كيقلبوا عليه وإن شاء الله غيلقاوه ونتمنى أن الطفلة تكون بخير وعلى خير. إلى اللقاء مشاهدينا.